يقول الكتاب في إنجيل يوحنا وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه، الحياة الأبدية. إخوتي وأخواتي، هذا هو يسوع المسيح، الحياة الأبدية. عندما تكلم مع التلاميذ قال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي في الآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي، فهو مصدر هذه الحياة وهو الحياة ذاتها. أحبائي، رح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع في أقوال أخرى ليسوع المسيح، لكن خليني أنهي بهذه العبارة، العبارة المشهورة اللي بتتكلم في يوحنا 3:16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إخوتي وأخواتي، الحياة الأبدية مقدمة لك من خلال يسوع المسيح. تعال إلى يسوع، افتح قلبك ليسوع، توجه مخلصا وربا وملكا على الحياة والكيان. أحب أسمع منك، اكتب لنا أو بتعليقاتك على الفيسبوك، أو ممكن تتواصل معنا عن طريق الهاتف.